ومن عدد واحد وهناخد لغاية عدد ستة عشان نقضي وقت في الأسئلة بيننا وبين ربنا. في السنة، نقرأ بالتبادل، في السنة الثانية عشرة لآحاز ملك يهوذا ملك هوشع ابن أيلة في السامرة على إسرائيل 9 سنين. وصعد عليه شلمنأسر ملك أشور، فصار له هوشع عبدا ودفع له جزية. وصعد ملك أشور على كل الأرض، وصعد إلى السامرة وحاصرها 3 سنين. نصلي. أبانا السماوي، نرجو أن تعطينا رسالة لأجل خلاص نفوسنا ولمعرفة جزء من الطبيعة الإلهية اللي أنعمت علينا نكون شركاء فيها. تكلم إلينا رب، فنحن عبيدك سامعين، ولاسمك كل المجد. آمين آمين. مجد للرب. الأول هناخد معانا العدد الستة دول وبعدين نبتدي موضوع الأسئلة بيننا وبين ربنا. في السنة الثانية عشر لأحاز ملك يهوذا، فاكرين احنا أحاز في السنة الثانية بتاعته ملك هوشع ابن أيلة في السامرة. حد يقدر يطلع لنا أحاز ملك كم سنة؟ ملك 16 سنة. كويس، فين؟ فأصح 16، أنا لقيت قدامي يعني على الاثنين. في السنة السابعة عشر لفقح ابن رماليا ملك أحاز ابن يثام ملك يهوذا. كان أحاز ابن 20 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، ولم يعمل المستقيم في عين الرب إلهك داود أبيك، وهكذا. هنا في السنة الثانية عشرة لأحاز ملك يهوذا ملك هوشع ابن أيلة في السامرة على إسرائيل 9 سنين. يبقى أحاز وهوشع فترة الملك اللي هم اشتركوا فيها، اتقابلوا مع بعض يعني، وعمال كانوا الاثنين ملكين دول، واحد على يهوذا والتاني على إسرائيل، كام سنة مشتركة؟ 4. شكرا. أخذ يعني 4 سنين اللي هي إيه؟ اللي هي الأخيرة من حياة أحاز، لأن هوشع ملك من أحاز عنده 12 سنة ملك هوشع، وبعدين دوكا ملك معه 4 سنين، وبعدين راح إلى مقره الأخير. طيب، يبقى
يبقى السامرة سبيت امتى؟ هنجاوب على هذا السؤال بعد ما ندرس لسه ناقص، لكن ده هيكون مسألة بتاعت. طيب بعد ما ملك 9 سنين، فرصة كمان نعرف حاجة تاني، هو ملك ازاي؟ احنا خدناها بس عشان نفتكرها، ما يعني النسيان موجود عندنا كلنا خصوصا العواجيز اللي زي. ملك ازاي عمنا هوشع بن نايلة؟ نطلعها فين؟ في الاصحاح 15. نعم، حد طلعها؟ ملوك الثاني 15 على 30، حد يراها لنا برضه عشان نتابع الحكايه بتجري ازاي يعني. حلو خالص، لما نقرا الاحداث اللي جرت في فتره ملك فقح بن رمليا نكتشف ان شلمان أصر ملك اشور، وده نقراها يعني واضحه جدا، كان جاي وخد بلاد من فقح بن رمليا. فين الكلام ده؟ تسعة وعشرين، في أيام فقح ملك إسرائيل جاء تغلس فلاسر ملك أشور وأخذ إيه؟ عيونا وآبل بيت معكة ويانوحة وقادشة وحاصورة وجلعادة والجيود، أخذ خرب الدنيا، أخذ كتير خالص، والجليلة وكل أرض نفتالي وسبام إلى أشور. ده فضة الناحية الشرقية من الأردن على الغربية من الناحية الشمالية، وخدهم كلهم البلاد دي هناك. فغالبا إنه هوشع بن أيلة قال إيه الملك الضعيف ده مش هيحمينا من ملك أشور، يبقى أحسن حاجة أقتله وأنا أرجع الحاجات دي. وهم عاشوا هوشع بن أيلة، عشان كده اللي بعديها بيقول ايه؟ وفتنا هوشع ابن أيلة على فقح ابن رمليا وضربه فقتله وملك عوض عنه في السنة 20 ليثام ابن عزي. بقية أمور فقح وكل ما عمل احنا خدناها المرة اللي فاتت. يبقى هنا ملك في السنة 12 لأحاز ملك يهوذا ملك هوشع ابن أيلة. ده التاريخ بقى بتاع الأجهزة بتاعتك دي. صح، تمام يا أخوي عاد. بالظبط بالظبط، هو السبب انه قتله ان هو ملك اشور خد منه ايه؟ خد منه كذا بلد. الفكر بتاع هوشع ابن ايلاء انا اللي هجيب البلاد دي، بلاد اسرائيل دي بلاد ربنا. طبعا افتكروا ربنا في الحاجات دي عشان يقتل، يقول لك بلاد ربنا عشان يحمس نفسه، فقاتله. جابها لما جابهمش البلاد دي؟ ايه رايكم؟ احنا قرينا الحته دي، ضاع كل راح. ليه؟ اعتقد ان هوشع بن أيلة ما كانش غبي قوي، بس كان غبي بس، يعني هو قال في باله انه ربنا بيغضبه الشر، انا هقلل الشر. وده اللي مذكور فين؟ في عدد كام؟ 2. ايوه قول يا ملاد معايا، وعمل الشر في عيني الرب ولكن ليس كملوك اسرائيل. قال لك خفف شويه،
ربنا يرضى عليك ورجع بلادك اتصرف بعدين. ما هو القلب، القلب بعيد عن الرب. ولكن ليس كملوك الصليل الذي كانوا قبله من اول فقع من رماليا لما قبل كده، كلهم من اول ربعام من رباط لغايه فقع من رماليا كله شرير جدا، ما عدا واحد اسمه اخاب ده شرير جدا جدا جدا، ده باع نفسه للشيطان. لكن كله درجة شرير أو شرير جدا، شرير أو شرير جدا حسب ما ربنا شايف. ما فيش واحد منهم هنشوف السماء ولا ياهو بدنا نمشي حتى. الوعد ليه إن أربعة يملكوا بقى بعدك بس خلاص، لكن كان بيتعبد للبعد تروح السماء كيف؟ إيه اللي حصل؟ إنه شلمان أثر ملك أشور ما سابوش. صعد عليه شلمان أثر ملك أشور. هنقرا لغاية العدد ستة وأسألكم سؤال، لأن ده السؤال ده المفسرين مختلفين فيه. ودافع له جزية، والجزية ما تكونش حاجة هايفة، بتكون حاجة كبيرة أوي أوي أوي. امال يعني حكيت حربك وضعبت نفسي واديت المهايا وعملت كل ده واطلع بحاجه فارغه؟ ما ينفعش. هم مشهورين بالاموال اللي في الهيكل وفي بيوت الملوك. فملك أشور قال انا اعمل زي مين؟ زي حاجه عملها احاز، مش احاز كان هو واسمه ايه الراجل ده؟ هوشع. مش كانوا في أربع سنين سوا مع بعض؟ فعنده فكرة العمل لحاز قبل الأربع سنين. حاز ملك 16 سنة وفي أربعة مع أبوه قبل كده، لا ده يسام سوري. فيعني الموضوع معروف، قال أنا أعمل إيه؟ أنا أروح لملك مصر. أحاز راح لملك أشور كسر سوريا وكسر إسرائيل اللي هو ملك أشور، ودلوقتي أشور فتح إيديه وزراعية على الدنيا كلها وجاي كسرني اهو. أنا روح أبعت لملك مصر برضو نفس القصة. فأرسل لملك مصر قبل ما يمكن توصل الرسالة، ما نعرفش، هي سمع إشاعة. زار المخابرات بتاعته كانت قوية قوي. يقول هنا إيه الكتاب؟ يقول ووجد ملك أشور في هوشع خيانة. إيه دي؟ لأنه أرسل رسل إلى سوى ملك مصر، يعني سوى ده ما تحركش لسه وجاد ما وصلوش الرسالة، لكن دوك عرف إنه بيلعب من وراه. وكمان كان هو ساذج شوية قبل ما يجيله ملك مصر منع الجزية عن ملك أشور، يعني التأكيد يأكد إن الإشاعة اللي سمعها مظبوط. ما هو ما جابش جزي، جاب الواد ده جزي، ما جابش جزي. فسوى سواء نعرفش ايه موقفه، اقتنع ما اقتنعش، الفلوس كانت قليله اللي هيبعتها ما تسواش، ما نعرفش حاجه عن سوى ده اخباره ايه. لكن التاني نعرف انه عمل ايه. ملك أشور جه يقول ايه؟ فقبض عليه ملك أشور واوثقه في السجن. في نقطة هنا، وصعد ملك أشور على كل الأرض، أرض إسرائيل، وصعد إلى السامرة اللي هي العاصمة وحاصرها 3 سنين. في السنة التاسعة لهوشع أخذ ملك أشور السامرة وسبى إسرائيل إلى أشور وأسكنهم في حلح وخابور ونهر جوزان وفي مدن مادي. حد متوقع إيه السؤال اللي هسأله؟ هل سجن ملك أشور سجن هوشع في السنة السادسة ولا في السنة التاسعة؟ لا، أنا شخصيا موافق الرأي ده.
في بعض الفصيل هو سجنه في السنة الستة. ليه؟ عشان كلمة وصاعدة يقول كده هناك إيه؟ أرسل الرسل إلى سوى ملك مصر ولم أدي جزية إلى ملك أشور حسب كل سنة، فقبض عليه ملك أشور وأوثقه في السجن. قبض عليه إمتى وأوثقه إمتى؟ نعم؟ ده اللي أنا بقوله. بس ليه يعني بعض المفسرين يقولوا لا، ده الأول سجنوا فصارت البلاد ما لهاش ملك. وبعدين يعني هي لو الكتاب قال ثم صعد يبقى معهم حق، بس ما قالش ثم الكتاب، قال لك وصعد، يبقى ما فيش ترتيب أحداث بالضبط. يبقى شيء رأي الدكتور ضياء يمشي مع الكتاب أكثر مما يمشي آراء حبايبنا المفسرين دول. ونشكر رب تنوع في التفسير. لا حلو، بس الفكرة عايزين نعرف قبض على ملك أشور امتى؟ في وقت السبي، وقت ما سبى السامرة، ولا قبليها بثلاث سنين؟ نعم، ايه رايك يا ملات او اي اخت من الاخوات؟ بس انا عارف الاخوات بالكسف يتكلموا. متهيألي كده. هو الحقيقه دقه الكتاب، طبعا كمان دقه المترجم، يعني الكتاب اصله بالعبري، لكن دقه الكتاب انه الحقيقه يعني باكبر قدر ممكن بيكون دقيق جدا. فكلمه و ما تعنيش ثم، ثم يعني بعدين، بعد الحدث ده حصل كذا. لكن و ممكن تكون سرد زي الحدث النهائي جابه، بس ابتدى يحكي ازاي حصل الحدث النهائي، وده اللي انا اعتقد انه ده حصل في الموضوع. حبيبنا فاهمين اللي ما دخلوش معانا؟ متابعين معانا يعني؟ طيب. نعم؟ الذي طيب هناخد كده شوية شواهد نفهم القصة على بعضها بعمق شوية، وبعدين عندنا كذا سؤال. ايه كذا سؤال ده؟ هبتدي لكم واحد كده وباقي عليكم انتوا، بس بعد ما ناخد الشواهد دي عشان ايه ما نتشتتش. اللي عملوا هوشع ابن أيلة هنا بالخيانة دي، والنتيجة السيئة اللي قابلها هوشع ابن أيلة وخراب البلد وسبي البلد، ما تعلمهاش بنوك يهوذا اللي جم بعده. أحاز ده كان قبله وعملها وكانت خراب على أحاز برضه، ربنا ما تعملهاش، لكن خراب على أحاز. لكن اللي جم بعده بقى وما تعلموش لا من أحاز ولا من هوشع، طبعا لأن الكارثة أكبر، البلد سبيت كلها، ضاعت، ما فيش بلد، ما فيش إسرائيل، ما فيش حاجة اسمها إسرائيل بعد كده. دي نتيجة حصل إمتى؟ في أيام هوشع بن أيلة. فبعديها في يقيم الملك عمل الحكاية دي. فين ده الكلام ده؟ اللي هم نقيم ده ابن شيء يعني بعد حزقية طبعا، في ملوك الثاني 24:1. ملوك الثاني 24:1 في أيامه، أيام يهويقيم، صعد نبوخذ نصر ملك بابل فكان له يقيم عبد، المهم نفس الحكاية، 3 سنين. ثم عاد فتمرد عليه،
فأرسل الرب عليه غزاة الكلدانيين، غزاة الأراميين، غزاة المؤابيين، غزاة بني عمون، وأرسلهم على يهوذا ليبيدها. ليه؟ لأن الحكاية مش سياسة، الحكاية مش أنت تفكر كده وتقول لا ده أنا إيه أتمرد، أقدر أتمرد بقى دلوقتي زي ما عمل يهوياقيم. أو هو شعب نالي أيوة أنا أبعت لملك مصر وأقوى أنا أقدر بقى أهرب من الجزية. لا، طب الحكاية إيه؟ الحكاية الآية المشهورة اللي بنرددها في كل مرة كذا مرة، في كل يوم ندرس نرددها كذا مرة، ده ربنا عايز يعلمه لأي بني آدم في الدنيا. البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. طب ما هوش يقول طب ما أنا ما كنتش زي اللي بعدي، زي اللي قبلي قصدي، أنا كنت كويس. مش كويس؟ لا، ما كنتش كويس أبدا. كويس فيه؟ كويس فيه والبلد مليانة أصنام، كويس يعني إيه؟ ثم في حاجة عند ربنا عجيبة قوي في طبيعته، طويل بال لدرجة، سامحوني يعني، لدرجة أن بعض المؤمنين بيتفرسوا منه. أنا سمعت المؤمنين بيعملوا كده ومعهم حق، وأنا كنت برضو مفروض بس ما أقدرش أقول كده. لما ربنا يطول باله على حد في منتشر وساكت 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 وساكت، حصلت مع ملوك كتير طبعا، ملوك إسرائيل كلهم وملوك يهوذا يعني سكت وانتظر كتير على شر ملوك يهوذا. لكن بقى يجي لحظة ويقول يصدر قرار إلهي إن زمن الافتقاد قد انتهى، وهنا لا يمكن العودة في قرار الله بإبادة الفرد أو إبادة الأسرة أو إبادة حسب القرار ربنا أصدره أو سبي البلد. وتسلط في ممالك الناس طبعا، من هو الذي يقول كن فيكون والرب لم يقل؟ 100%. فهوشع ابن أيلة أولا ما كانش مقدس خالص، صنع الشر لكن ليس كبائه، ففهم أن شوية إصلاح تنفع ما تنفعش. لكن الأوضح من كده جوساي اللي هو أنا حاس اسمه أقول جوساي ولا إيه، يوشيا الملك، يوشيا الملك من طبعا أروع ملك في ملوك إسرائيل كله، أنا في رأيي أروع من داود، لكن ما أقدرش أقول كده، ربنا داود ده عنده كوسة ماليش دعوة، لكن ما فيش في حياته أي شيء الحقيقة يشين يعني من نوع يوسف كده، بس إلا الحتة الأخيرة دي لما تنكر راح لملك مصر غير ما ياخد باله أنه إن ملك مصر بيتكلمه بروح الله فعلا، كان بيتكلمه قال له رسالة من الرب وكتب من الرب فعلا، مش مشكلة دي مش هنفسرها إلا لما نجيلها. لكن النقطة أن يجي أصلح إصلاحات كاملة في يهوذا وفي إسرائيل، لا صنم موجود في الدولتين، الدولة دي مزبية، إسرائيل مزبية مش موجودة، صلح ما شال الأوثان منها، وبعت لخالد النبي ممكن ربنا يخف، قالت له لا بس انت هيكون في أيامك خير، وحتى قالت له كلمة يعني وجد شيء صالح، ده كله صلاح، لا هو معلوش غضب خلاص، لكن جده منسى ده بهدل الدنيا، وربنا أمر في أيام جد ومنسة إنه لابد من السبي، انتهى زمن افتقاد يهوذا مش إسرائيل، إسرائيل انتهى في قبل أيام منسة بمدة يعني، أخينا ده هوشع كان بداية حكم حزقية. فأحكام الله الحقيقة عجيبة جدا، ويعني أنا طبعا نصيحة خاصة بقدمها للي عايز يسألني نصيحة يعني من الأشرار، أولا أنك ترجع تتوب، مش قادر ترجع تتوب فخلي بال ربنا ما ينفذش بسرعة عليك في أمور كتير على كتاب، اوعى تمسها
إنك تضغط على واحد وديع، لأن الرب يسمع تأوه الودعاء، إنك تجدف على الله، إنك تعطي مجدا لغير الله. عندك ضعفة، ها ربنا يرحمك، بس ما تخليش غضب الرب يحتد، تبقى كارثة خلاص، زي ما احتد على أولاد علي وماتوا كلهم، وشال بيت علي كله من الكهنوت اتشال، كان آخر واحد فيه اتشال اللي هو أبي يسار اللي كان مع داود، ده كان آخر واحد في بيت علي اتشال، لازم شالهم شاول في المقتل 85 واحد، كان آخرهم ده خلص. ليه؟ لأن احتد غضب الله على جدودهم اللي هو عالي الكاهن وولاده الاثنين. يعني معرفة إن الله حي وبيتأثر وبينتقم، لأن نقمة أنا أجاز يقول الرب، لازم الإنسان يخشع لعل الخشوع ده يقود للتوبة ويبقى ناجى من الهلاك خالص. طيب ده احنا هنا ايه اتكلمنا عن حكاية انه كان نبوخذ نصر ويهوياقيم كان له عبدا. في نبوة عن هلاك السامرة في سفر هوشع، هوشع 3:12، نطلع هوشع، هوشع بعد دانيال على طول، هوشع 13:16، أنا قلت غلط خالص، هوشع 13:16، امتى قال هوشع النبوة دي عشان نعرفها نبوة ولا مش نبوة؟ مجاز لو قالها بعدين مش نبوة، قالها امتى؟ هوشع 1:1، في أيام عزية ويسام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا، يعني في الأيام اللي اتقالت فيها قبل السبي 50 سنة، مش بعد كده، يعني انذار قريب قبل السبي على طول. السبي حصل أيام إيه؟ السبي حصل أيام حزقية، ده اتقال في أيام حزقية، يعني قبل السبي بسنوات قليلة جدا. بتقول ايه هوشع؟ بيقول هوشع 13:16، تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلهها. جايز الكلام ده قبل السبي 2-3، يعني بدل وصل لحزقية هي في أفتكر في السنة 9 الحزقية، فعندك يعني 7 سنين أو يعني جايز 9 كلهم كانوا مجال تتقال النبوة دي، ما عرفش قالت إمتى فيهم، حسب كانت ذاكرتي مظبوط أنهم 9. بالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم والحوامل تشق. يعني هل ممكن ربنا بعد ما يقول النبوة دي وخلاص غرت كلامي؟ مستحيل، ده مش إنذار لو عملت كده عمل أنا كده، لا، ده قرار، القرار صدر، تجازى السامرة، قرار، مش زي قرارات مرسي، ما في ربنا مش زي مرسي أبدا ولا زي أي حاكم أرضي له الجلال الحقيقة. لكن بيقول هنا تجازى السامرة، لازم تجازى السامرة، وده اللي حصل وقرينا عنه دلوقتي انه سبى السامرة تماما. كل دي نبوات بنجيبها عشان هندخل في مناقشة مع ربنا، فبنحضر الإجابة قبل ما نقول السؤال عشان نعرف بالظبط ربنا هيقول لنا ايه. دي كلام ربنا مذكور عن السؤال اللي احنا هنسأله له. طب هنا ممكن نسأل السؤال دلوقتي، ايه السؤال اللي احنا هنسأله له؟ يبقى خدنا بعض بنود الإجابة، فضلنا عددين ثلاثة ناخد الإجابة نكملها. ايه السؤال؟ حلو، قول تاني يا ملاد. سؤال حلو جدا، صحيح، ده في الصميم. وايه تاني؟ حاولوا، انا مبسوط ان الملاد متابع معانا، يا ريت تتابعوا معايا كلكم، ده سؤال في الصميم، وده اللي حبقوق وجنن حبقوق بس على بابل ويهوذا.
تجازي يعني تخلي الشرير ياكل ال يعني تجازي الشرير بالاشر منه. ايوه يا يهوذا شريره تجيب بابل تجازيها، ما فيش حد مش شرير يعني. قول بابل قصدي اورشليم شريره، لكن ما فيش اشر، ما فيش ابر منها، ما فيش. فقال لك لا يوافقني على المنطق ده انه ما يجازيش الشرير الا بالاشر منه يبقى هيعفي عنها. ما هو بيفكر برضه حبخوخ يعني، مخه كبير. ما ينفعش الكلام ده مع ربنا. ليه؟ ده اللي هنشوف اجابته دلوقتي. مش هينفع الكلام ده. منطق حبخوخ منطق بشري مظبوط. يهوذا شريرة جازيها بشخص أبر منها بذوي الأب، ما فيش حجازيها بالأشر. طب ده doesn't make sense. لا doesn't make sense عند البشر، ده كل السنس عند الله. ده بس في سؤال تاني بيكمل السؤال ده أو يدخلنا موضوع أكتر. أنا عندي سؤال مكار، أصل الولاد قريب من ربنا كتير أكتر مني وأنا بغير منه يعني، بس أهو يمكن المكر بيفيد شوية يفتح الأمور. يا رب مش أنت اللي جبت ملكة إسرائيل، هو حد جابها غيرك؟ يعني يعني مين اللي خلى يا ربعام بن نباط ملك؟ مش أنت؟ ويا ربعام بن نباط ده كان عبده سليمان، يتجرأ إنه يفكر يكون ملك؟ في مملكة معين أولها داود وآخرها نسل داود المسيح. مين اللي جرأ على كده؟ كان مين النبي وقت حد فاكر اللي راح قال له قطع الهدوم بتاعتك ودول 12 حتة؟ ممكن يكون أخي الشيلون. يا نطلع اسمه يعني، ربنا بعت نبي مسك الهدوم بتاع ربعام. مش قادر اتذكر لما فسرناها كانت هدوم النبي الهدوم يا ربعام، وقسمها واداله 10 قطع وقال له دول خليهم ليهوذا. طب ما انت اللي عملت الحته دي، طب انت عملت الحته دي، احنا نتوقع ان هيطلعوا اسرائيل احسن من يهوذا، امال انت عملت كده ليه؟ طب ما كنت خليته مع يهوذا برضه حسب منطق الهي. لا ايه اخويا، ما فيش حاجة عندك عندها سنس، ما فيش سنس. البشري نفسه غلط. ايه السنس البشري ده؟ السنس البشري لما بيحصل كتير في، ما اعرفش في الدول الاوروبية ولا بس الدول اللي هناك بتاعتنا احنا دي، لما يحكم على واحد حكم بناء على العدل البشري يعني اي حكم، وممكن لو رجعوا في الحكم الدولة تكسب يرجعوا في الحكم. أنا ما أعرفش إيه اللي حصل مع اسمه مين ده البليونير المصري ده اسمه إيه؟ نجيب ساويرس، ما أعرفش حصل إيه. لكن هياج وخلص الهياج. ليه؟ اتفقوا مع بعض. على إيه؟ ما نعرفش. لكن في مبلغ الدفع لخزينة ميزانية الدولة، المبلغ مش قليل. وفي ظرف رحلة مرسي لدولة حكيمة. طب أنا دلوقتي هو بعيد عن مصر مش قادر أخد حاجة، والقضية تحتمل المناقشة والدفاع والبتاع، وهو بيقول ما كانش وقتها في ضرائب على البورصة طب ما نتفق ونخلص. make sense، make sense للبشر. ليه؟ لأن ما فيش حكم يحكمه البشر أو ما فيش رأي يقوله البشر هو حق. البشر ما عندهمش حق. بلاط سأل المسيح عليه ما هو الحق؟ تتكلم على الحق؟ حق إيه؟ الدنيا ما فيش حق. المسيح موافق على كده. ما هو الحق؟ بس بلاط سابه مش ده بيخرف يقول لي حق في الدنيا. مش طبعا حق ازاي في الدنيا؟ ما فيش حق في الدنيا. امال في حفيف في الدنيا؟ في مصلحه، مصلحه الدوله كده. برافو عليك، عرفت مصلحه الدوله ازاي؟ انت حاكم كويس. مصلحه العيله كده، برافو عليك، تنفع رب اسره.
فالمصالح هي بتحرك العالم، الحق هو الله. طب الحق ده ايه؟ الحق ان الخطيه لابد ان تعاقب، لابد ان تعاقب. سليمان ابن داود بهدل الدنيا، لم احتمل هذا، العقاب رسم عليه وفرض عليه وحكم به وهو في ايام حياته، وراح النبي وقال له انت عليك عقاب لازم كده. طب ما النتيجه اشر، حاضر بالاشر. طب ما النتيجه اشر من الاشر، ما هو بابل برضه، ما بابل افترى، وعشان كده مملكه بابل اتهدت وجات ماديو فارس وبعدين اتهدد وهكذا. الشر لازم يتعاقب لاني انا الله. اللي عايز ما يتعاقبش يسيب الشر بس ويؤمن به. ودي الرساله اللي بلغها لنا في العهد الجديد بكل وضوح شخص المسيح بعد ما دفع الثمن عننا، فصرنا مدفوعي الثمن، خطايانا ممسوحه ممسوحه إن آمنا بالمسيح. عشان كده واحد زي شاول الطرسوسي ده من أوائل الناس اللي هيوصلوا السماء. ليه؟ ده كان من أشر الناس في اضطهاد المسيح، قبل الأوفر بتاع المسيح، مش قبله ده أجبر، لأنه مش أجبر عشان الرؤية، أجبر لأنه من داخله ذهل، من داخله نقي جدا، بس ما كانش دريان، كان فاكر بيخدم الله. يا سلام، ممكن يحصل كده؟ أيوة، مريم المجدلية سبع شياطين، أول واحدة ظهر لها المسيح. المبدأ الإلهي البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية، هكذا البر يرفع شأن البني آدم وعار الخطية. تبعد عن البر مصيبتك سودة مهما كنت، تلتصق بالرب نعمة الرب عظيمة عليك مهما كنت أسفل السافلين وأتعس الرعساء وأكثر المتمردين على الله. ترجع للرب وتوب تمام التمام. مفيش عند ربنا كومبرومايز بينه وبين الشر خالص خالص. عمل كومبرومايز بينه وبين إبراهيم على لوط عشان سدوم وعمورة، والكومبرومايز يوافقوا على ربنا بالطريقة دي، ده للرحمة للبر. للأسف طلع ما فيش عشر ولا خمسة، هو واحد بس. لكن كومبرومايز مع الخطيئة مستحيل، مستحيل يفصل فيها أبدا، مستحيل. ليه؟ لأن الخطيئة هي التي صلبت رب المجد، صلبت رب المجد، ولا يمكن التعامل معها، لا يمكن أضع إيدي في ذي الخطيئة إطلاقا. احنا كبشر ما نقدرش نقول كده، لان ما حدش فينا خاطي، ما حدش فينا مش خاطي. لما جم يرجموا قال لهم من كان منكم بلا خطيئه يرجمها، ادي الناموس بيقول كده فعلا، بس لو انت بلا خطيئه اعملها. ولان الرب يعني راى في هذه المراه انها تحتاج فرصه ثانيه ولسه ما جاش وقت قضاء، قال لها ولا انا ادينك ايضا، مش لازم تكون امنت، ولا انا ادينك ايضا، اذهبي ولا تخطئي. لو امنت خلصت، ما امنتش وقع عليها العقاب، مش الرجم لكن النار الأبدية. طريق ربنا طريق رهيب جدا، دغري بشكل رهيب، وحنين بشكل رهيب، وعدل بشكل رهيب. اللي يفهم ربنا مفيش أحلى من الرب، مفيش أحلى من الرب، ولا أحن من الرب، ولا ألذ من الرب، ولا أعظم من الرب. وهيقدر لو كان مؤمن يقدر ياخد من الرب زبد كل يوم في عشرته مع الرب، لأن بقى إيه؟ واحد من الفاهمين. وده اللي عمله بولس الرسول، يقول لك ليه أعرفه كل يوم، تاني أعرفه، ليه أعرفه، ليه أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. هناخد بقى الثلاث آيات اللي قلنا عليهم إنهم يردوا على هذا الأمر. هل في هذا العقاب الذي جرى للسامرة لم يكن في انذار سابق به؟ ربنا ما اداش انذار سابق لا يصدر حكم، لا يصدر حكم.
سمعتها أنا دي من واحد من بتوع علماء النفس، حتة حلوة في علماء النفس يعني، كان بيتكلم عن عقاب الأولاد، يقول لك اوعى تعاقب ابنك على حاجة أنت ما أنذرتوش عليها قبل كده، مش هيفهمك. هو بيعاقبني ليه؟ عشان أنا مثلا سديت دورة المية ولا الباقي، ما حدش قال له ما سديهاش، ما حدش قال له غلط. طب أنا يعني أنا ما أعرفش غلط، طب أنت بتعاقبني على إيه؟ ده مبدأ علم النفس يعني. الرب هنا واضح جدا في كلامه، هناخد كذا شاهد، إنه خاص بالسامرة، إن السامرة إن سلكت هذا السلوك بو تطرد بره. فهل ربنا يقدر يغير كلامه عشان ملك أشور أشر من السامرة؟ مستحيل. وبعدين توجه لملك أشور وشاطه برضه، شاط ملك أشور وشاط ملك بابل بنفس السبب، مع ان هما مش شريعة الله، ما هماش أهل الله، لكن ربنا اللي بيقولوا للبني لكل العالم، ده شعار الله، ده قانون الله، وجه المسيح وعلنها للكل. مثلا آية ناخدها تثنية 28:36، ماذا يقول الرب هناك؟ تثنية 26 متأسف تثنية 28:36 هذا الأصح كله من سفر التثنية كله مخصص للإنذار، ما تعملش كده لألا أعمل كده، ما تعملش كده لألا أعمل كده. 28:36 بيقول إيه؟ كل الأصحاح ناخد عدد واحد فيه، يذهب بك الرب، ده بيتكلم على وانت بعدت عن ربنا وعندت معاه، يذهب بك الرب وبمالكك الذي تقيمه عليك إلى أمة لم تعرفها أنت ولا آباؤك، وتعبد هناك آلهة أخرى من خشب وحجر. ليه؟ لأنك أنت جبت الآلهة دي عندك بتعبدها، ما تروح لها هناك أحسن. شفت فكر ربنا إزاي بيغيظهم؟ مش أنت بتحب الآلهة دي؟ روح لها، ما هي هناك أهي موجودة كتير وبشكل أشيك وأعظم وكل حاجة. شاهد تاني ورينا يعني صدق الله وأمانة الرب، الله هو الطريق والحق والحياة. تثنية 28 نفسه بس على 64 بقول لكم كل الأصحاح بيتكلم الحاجات دي، أصحاح طويل جدا. ويبددك الرب في جميع الشعوب من أقصاء الأرض إلى أقصائها، وتعبد هناك آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا أبوك من خشب وحجر. أنت بتحبهم روح وراهم، مش شعب واحد. إسرائيل راحوا سباهم ملك أشور في حتة اسمها حلخ وخبور ونهر جوزان، فاكرين حد هناك اتسبى في هناك في الحتة دي؟ حزقيال طبعا، يوديهم واحد ينورهم هناك، ما يوديهم بغير واحد، ودالهم حزقيال هناك معاهم. عملوا ايه مع حزقيال؟ ان شاء الله ندرسه احنا الانبياء بناخدها احنا في يوم الثلاث مش هنا. حزقيال عملوا ايه معاه؟ طبعا ما لهمش راجه خالص ولا قيمه ولا كيان في البلد، فكان حزقيال بالنسبه لهم هو الذاكره القديمه لمجد اسرائيل، فكانوا دايما يروحوا يلتفوا حواليه، كان هو الوعظ الوحيد ليهم، وهم مش لاقيين حاجه غير يتوعظوا بالقديم، وربنا قصد كده. فبيقول ربنا لحزقيال، عارف عملوا ايه معاك يا حزقيال؟ ليه بيقولك كتير كده ومصرين يقولك؟ مش ده نهضه، لا. انت بتعمل لهم شعر اشواق، هم قالوا كده ده شعر اشواق، بيشوقنا نروح بعد الفشل اللي وصلنا له والخراب. ما بيفهموش منك يا حزقيال وصلهم الخطيه، لا ما بيمسوش الحته دي خالص. بيفكرنا بايام زمان، شعر اشواق، ايوه خلي قلبنا يضرب كده، داوود، ايوه داوود، ايوه داوود، سليمان فض الحجاره، بس كده. لكن حد منهم تاب؟ لا. عجب من الناس دي، عجب عجب.
الناحية الثانية راحوا بابل، ده بعدين، ده هناخدها لسه بعد شوية، بعد كم أصحاح. بعت لهم هناك برضو يعني مدبرين وكهنة ومعلمين وأنبياء، دانيال واحد منهم، نحامية مدبر عشان يبني الأسوار، زربابل مشالتيل عشان يبني الهيكل، هم دول اللي هيبنوا بتوع ايه؟ بتوع ماديو فارس بعد خراب الامبراطورية الكلدانية. يا سلام يا رب على عدلك، يا سلام يا سلام. عشان كده لما هنوصل فوق كمؤمنين يقول لك يدخل السلام، يدخل السلام. يا طلع انه كل اعمال ربنا مظبوطه، ما فيش اي تساؤل محيرنا. يقول كده بولس اعرف كما عرفت. ايه ده؟ كل اللي انت عملته كامل لانك انت الاله الكامل. نختم بتثنية 29 وناخد عددين 27 و28. فاشتعل غضب الرب على تلك الأرض، اللي هم يرفضوا الله ويعبدوا الأوثان ويعبدوا الصنم والحجر، دي غيظة ربنا، صنم وحجر بدل ربنا. حتى جلب عليهم كل اللعنات المكتوبة في هذا السفر، سفر اللي هو التثنية أصح واحد منه بس، اللي هو أصح 29، في 29 عدد، وكل عدد فيه مش أقل من 20 كلمة ولا 10 كلمات، كلها هيحصل لكم إيه لو سبتوني. يا رب. النهارده حصلت حكايه طريفه، كنت في الجيم النهارده وما قدرتش اروح، بروح مرتين في الاسبوع، فما قدرتش اروح المره اللي فاتت لانه يعني التلات كان عندي الحلقه والاربع يعني مش فاكر حصل ايه الاربع، والخميس كنا في الجنازه بتاعت باسل، والوقت ما وصلت يعني هنا بعد ميعاد الجيم قفل يعني او بيقفل يعني، فما رحتش. وهم طيبين هناك وشويه بينا موده كده يعني، ايه انت فين يا غايب مش عارف. انا قلت فرصه بشر مواد. اول حاجه تصحيهم اللي هم نايمين فيه ده، قلت لهم تصوروا، قلتها ثلاث مرات مش عارف تفتكر ثلاثه، وكل سمع جاله غمه يعني ينسى يسالني بعد كده لما اغيب شهر حتى يقول لي انت كنت فين من الاجابه اللي قلتها. قلت له الاسبوع ده كان عندنا اربع جنازات، طبعا سمعوا اربع جنازات، الكلام المؤذي اللي بتقوله ده ايه الاباحه دي؟ كل واحد يسمع كده كانه صنم، ومع انه ريق معايا قوي قبل ما يسمع الكلمه دي، بيتوقع اقول انا كنت مسافر مش عارف ايه، رايح هنولولو، رايح مش عارف ايه. فانا قلت اربعه وحبيت اقول سنهم، اثنين حوالي الثمانين واثنين حوالي الاربعين، او اغلبهم بين دول سينيورز كلهم زي يعني ما حصلوش الثمانين، ولا حد جاب منطق. طب ما حدش يسال سؤال يا جماعه، بعد الموت نروح فين؟ محدش فكر حتى فكره ان انا هموت. طب هروح فين؟ هموت هروح فين؟ طب ما انا بقول الكلام ده وانا مش زعلان يعني على اللي راح، ما هو مفهوم دول اربعه من حبايبي من اصدقائي، ما انا مش زعلان ليه؟ ولا سؤال. سمع كده يقول لك سهم الله عليهم، كانه خبر غريب جدا ان الناس بتموت. للاسف الانسان كانه مربوط بهذا العالم، مش عايز يفكر ان ليه نهايه وفي يوم حياه بربنا.
يلتجئ للإلحاد، يلتجئ لأي حاجة، لكن رسالة الرب اللي بلغنا نرسلها أن وضع على الناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة لعلهم يستفيقوا من خمر وسكر وهموم هذه الحياة ويرجعوا إلى المخلص فيشفيه. ولله كل المجد الأبد، آمين آمين آمين. نختم بترنيمة رقم كام؟ 205. شكرا ضياء. الرابع اللي هو ابن عم صامول، بس انا لسه الجنازه يوم الخميس مش حاضر اروح يعني، لكن هو ثلاثه مامة ميلاد واخويا عزيز وباسل، والرابع عم صامول، ابن عم صمويل سنه برضه 40 افتكر حاجه 40. 200 كام يا حبيبي؟ 205. يا سيدي لا تغض الطرف عني أيها الفادي، أعطني حين أصلي نور إرشادي. يا منى أشفي ضعف إيماني سائل نعمك يا القى يا أبا الرحمة.